السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الابتدائي، أهلا وسهلا بكم في فصل جديد من فصول قصة علي مبارك. عرفنا في الفصل الأولاني إيه قصة نشأة علي مبارك وإيه ظروف مولده وإيه الظروف اللي خلت أسرة الشيخ مبارك تفر من برنبال إلى عرب السمانة. طيب، وإحنا قلنا معلومة يمكن ما خدناش بالنا منها قوي، إن عندما فرت أسرة الشيخ مبارك من برنبال الجديدة إلى عرب السمعنة كان عمره علي مبارك 6 سنوات، تمام كده؟ طيب، الطفل اللي عنده 6 سنوات أبوه بيفكر فيه، أول حاجة بيفكر فيها إيه؟ بيفكر في تعليم ابنه، بيفكر إيه؟ في تعليم ابنه، تمام كده؟ تمام. طيب، إحنا عارفين إن أسرة الشيخ مبارك بيعلموا الناس القراءة والكتابة، فمن باب أولى إن الشيخ مبارك يعلم ابنه بنفسه. هل يا ترى هيعلم ابنه بنفسه ولا إيه الحكاية؟ ده اللي هنعرفه إن شاء الله في الفصل الثاني من القصة بعنوان عزة نفس وطموح مبكر. تعالوا ننتقل إلى الشريحة الأولى ونشوف إيه تفاصيل الفصل ده. وعندما اطمأن الشيخ مبارك إلى حياته الجديدة التفت إلى تعليم ابنه علي. أنا عايز أعلم ابني علي مبارك. ولم يتمكن من مواصلة تعليمه بسبب مشاغله. يبقى في أول الأمر خالص الشيخ مبارك قال أنا تعالى يا علي أنا إن شاء الله هعلمك. هل الشيخ مبارك واصل تعليم ابنه؟ لا. إيه السبب؟ لكثرة مشاغله. لكثرة إيه؟ مشاغله. فبحث له عن معلم يثق فيه حتى اهتدى إلى الشيخ أحمد أبو خضر. احفظ الاسم ده كويس. اتفق مع شيخ، احنا اتفقنا شيخ يعني ايه باللغة بتاعتنا في اليومين دول يعني مستر أو يعني معلم. شيخ اسمه أحمد أبو خضر، تمام كده؟ الشيخ أحمد أبو خضر ده هو اللي هيعلم علي مبارك. بس في مشكلة كبيرة. ايه هي؟ إن أحمد أبو خضر ده كان عنده كتاب. برضو دي من المصطلحات اللي عايزين نتعود عليها. يعني ايه كتاب؟ كتاب يا اولاد زمان يعني حضانة كده صغيرة او مدرسة. كتاب زمان يعني ايه؟ يعني مدرسة، تمام كده؟ زمان ما كانوش بيقولوا مدرسة، كانوا بيقولوا كتاب. فكان الشيخ احمد ابو خضر ده هو صاحب الكتاب ده، وكان الكتاب بعيد عن عرب السمعنة. تاني، كان الكتاب بعيد عن ايه؟ عن عرب السمعنة. فصعب ان طفل عنده 6 سنوات ان هو يتنقل من هنا الى هنا لوحده، وطبعا ابوه ما هوش فضيله. طيب يعمل ايه؟ ايه اللي يحصل؟ اللي حصل يا اولاد ان الشيخ مبارك والشيخ احمد ابو خضر اتفقوا على اتفاقين. اول اتفاق اللي هو ان علي مبارك يظل عند الشيخ احمد ابو خضر طوال الاسبوع على ان يعود يوم الجمعه. على ان يعود ايه؟ يوم الجمعه. الاتفاق الثاني يا مستر، هو دلوقتي الشيخ احمد ابو خضر ده هيعلم علي مبارك وهيقعد عنده وياكل ويشرب والكلام ده كله، هيقعد ببلاش؟ لا طبعا. اتفق الشيخان ابو خضر والشيخ مبارك ان يرسل مع الولد او مع الصبي لو علي مبارك ما يكفي الطفل اجرا واقامه. نقطة مهمة جدا بقى اهو، سؤال مهم. ما المشكلة التي واجهها علي الشيخ مبارك في تعليم ابنه؟ ان الكتاب بتاع احمد ابو خضر كان بعيدا عن عرب السمعنة. كيف حلت هذه المشكلة؟ حاجتين: أن يظل علي مبارك عند الشيخ طوال الأسبوع ويعود إلى أبيه يوم الجمعة. إيه كمان؟ أن يرسل الوالد إلى مع ابنه ما يكفي الطفل أجرا وإقامة. حلو الكلام؟ تعالوا نكمل قراءة. وحلت المشكلة بأن يقيم الصبي مع الشيخ طوال الأسبوع ويعود إلى منزله يوم الجمعة، ويبعث الوالد للشيخ ما يكفي الطفل أجرا وإقامة. طيب، دلوقتي بقى علي مبارك سيترك أمه وأبيه. حلو؟ تمام. الأب والأم يا أولاد وعدوا الابن بجائزة. يا علي يا مبارك أنت ليك عندنا جائزة كبيرة جدا 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 جدا. إيه هي؟ الجائزة بشرط.
ان انت تحفظ القرآن سريعا، وان انت تطيع الشيخ، وان انت تجد وتجتهد. وعداه والديه بجائزة كبيرة اذا انتظم في تعليمه وتفوق وحفظ القرآن الكريم سريعا. تمام. دلوقتي يا اولاد في نقطة بسيطة كده بس، ان ام علي مبارك كانت حزينة. السبب لفراق ابنها، ابنها يسيبها طول الاسبوع ويرجع لها بس يوم الجمعة. تمام. هل حزنها ده استمر؟ لا، على انها كانت تعرف قيمة التعليم، ودعت لابنها بان ربنا سبحانه وتعالى يحرسه من الاخطار. دعت لابنها ان ربنا سبحانه وتعالى يحفظه ويحرسه من الايه؟ من الاخطار. طيب دلوقتي علي مبارك عند الشيخ احمد ابو خضر. اول ما علي مبارك دخل على الشيخ احمد ابو خضر، لقاه عامل كده، كاشر الوجه بس كده، لا قاسي الطبع. الطبع يعني الخلق، بالبلدي قليل الادب، بيشتم الطلبه بتوعه. يبقى وجدك ايه؟ كاشر الوجه، قاسي الطبع بس كده، لا يا ريت بقى وقفت على كده. بجانبه عصا غليظه، بجنبه عصايا تخينه جدا 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 تسقط على جسد الاولاد لاتفه الاسباب. يعني ايه اتفه الاسباب؟ يعني لو في مثلا طالب بص كده يقوم العصايه دي نازله على ايه؟ على جسم الطلاب بتاعه. انت لو مكانه تعمل ايه؟ انت ما ينفعش تسيب الكتاب. تمام؟ لان انت هتهرب، مش تعرف تروح. وفي نفس الوقت ايه اللي هيحصل؟ ملكه الرعب، خاف جدا. طيب علشان خاطر العصايه دي ما تضربش بيها، انا هسمع كلام الشيخ، وكمان ها هحفظ القران الكريم سريعا. انا قاعد هنا عشان احفظ القران. لو حفظت القران الكريم سريعا هعمل ايه؟ ها هسيب الكتاب وامشي. حلو الكلام، كلام جميل. طيب سؤال مهم جدا، هل يا ترى اللي بيعمله الشيخ احمد ابو خضر ده يتفق مع النظريات التربويه الحديثه؟ يتفق مع التعليم الجديد اللي احنا بنتعلمه؟ طبعا لا. ايه السبب؟ لانه كان قاسي الطبع، ولانه كان كاشر الوجه، ولانه كان يضرب الاولاد، ويجب ان يكون التعليم باللين. حلو الكلام، كلام جميل. طيب عندما ذهب الصبي الى الشيخ وجده كاشر الوجه، قاسي الطبع، بجانبه عصا غليظه، وزاد خوفي عندما راى العصا تهوى، تهوى يعني تسقط على جسد الاولاد لاتفه الاسباب. تمام كده. طيب فعلي مبارك قال ان انا لازم اجتهد في حفظ القران، وفعلا امضى في حفظ القران الكريم سنتين، حفظ فيها القران الكريم للمره الاولى. تمام كده. طيب المشكله بقى يا اولاد ان علي مبارك خلاص حفظ القران، وقعد سنتين في حفظ القران، لازم يقعد كمان سنتين علشان خاطر ياكد الحفظ بتاع القران الكريم. ايه اللي حصل؟ اللي حصل يا اولاد ان علي مبارك ثقلت عليه العصا. علي مبارك ايه اللي حصل له؟ ثقلت عليه العصا. تمام كده. فقال انا مش هروح للشيخ ده مره تانية. ايه السبب؟ ها بسبب ثقل العصا، ولانه قاسي الطبع وايه وكاشر الوجه. تمام كده. طيب ابوه قال له خلاص اقعد يا علي، وانا هرجع تاني اعلمك القران او اعلمك بنفسي. بس برضو عارفين ان الشيخ مبارك عنده مشاغل كثيره جدا، فانصرف عن تعليم ابنه. فانصرف علي مبارك الى اللعب، ونسي ما حفظه من القران الكريم. ناداه اباه، تعال هنا يا علي. نعم يا ابي. من الغد تذهب الى الى كتاب الشيخ احمد ابي خضر، وتتم تعليمك وحفظك للقران الكريم. هل وافق علي مبارك؟ لا، ما وافقش. ايه السبب؟ لان نفس الاجابه برضو بتاع السؤال الاولاني، بسبب ثقل العصا، وبسبب انه كان شيخ يشتم ويسب الاولاد، وكان يضرب
الايه الاولاد، ولانه كان كاشر الوجه وكاسي وقاسي الطرح. تمام كده. فنسي ما تعلمه فحزن ابواه ورفض الصبي العوده مره اخرى للشيخ وللعصا، وتدخل الكثير ليخيفوه ولكنه ظل عازما على الرفض، فادرك الاب ما في نفس الصبي فعاد الى الهدوء. انا قلت لكم ان هو علمه بنفسه، عنده مشاكل كتير فانصرف علي مبارك الى اللعب، فقال له هترجع الكتاب تاني، فعلي مبارك لا، وفي ناس كتيره جدا اتدخلت علشان يخوفوا علي مبارك ويروح الكتاب، فبرضه ما كانش بايه ما كانش بيسمع الكلام. فالشيخ مبارك استعمل معاه الشده، فبعد ما استعمل معاه الشده عاد الى ايه؟ عاد الى الهدوء. ننتقل الى الشريحه الثالثه. الشيخ مبارك يعمل ايه؟ احنا قلنا ان هو عاد الى الهدوء. قال ان انا انت عاوز ايه؟ قعد اخ من اخوات كده علي مبارك، خده كده على جنب وقال له انت عاوز تشتغل ايه؟ سيبك بقى من كتاب احمد ابو خضر ده، عاوز تشتغل ايه؟ قال له والله انا عاوز اشتغل عند كاتب. كاتب يعني موظف. كاتب يعني ايه؟ موظف. عايز اشتغل عند الكاتب اللي بيقيس الاراضي للفلاحين وبيكتب شكواهم. طب ايه السبب؟ علشان خاطر كانت ملابسه نظيفه والناس تهابه، يعني بتخاف منه وايه وبتحترم. حلو الكلام، كلام جميل. طيب دلوقتي علي مبارك عايز يشتغل عند مين؟ عند الكاتب. ايه السبب؟ لانه ملابسه نظيفه ومنظمه وكانت الناس تخاف منه وتحترمه. حلو الكلام. فعلا علي مبارك راح يشتغل عند مين؟ عند الكاتب ده. الكاتب ده وظيفته ايش؟ احنا هيقابلنا كتاب كتير قوي. الكاتب ده وظيفته ان هو بيقيس الاراضي للفلاحين، بيشوف الارض دي كام فدان او كام متر. تمام كده. وكمان بيكتب الشكاوى للفلاحين. حلو الكلام. هل علي مبارك وجد الهدوء عند هذا الشيء، عند هذا الكاتب؟ السبب اربع حاجات. اول حاجه يا اولاد ان هو وجد علي مبارك بيت هذا الكاتب يموج بالضوضاء، البيت مليء بالضوضاء. السبب، السبب ان هذا الكاتب كان متزوج من ثلاثه زيجات وكان لديه اطفال كثير، كان عنده اولاد كثيره جدا، فكان البيت مليء بالايه؟ بالضوضاء. ادي رقم واحد. رقم اثنين، كان يبخل عليه بالطعام، كان ايه؟ يبخل عليه بالطعام. ادي رقم اثنين. رقم ثلاثة، كان لا يعلمه شيئا بل جعله خادما له. رقم اربعة، كان يضربه ويسبه ويهينه. يبقى خلي بالك كام سؤال بإجابة واحدة. ما الحقيقة المرة التي وجدها علي مبارك عند الكاتب؟ او لماذا لم يجد علي مبارك الهدوء الذي كان ينشده عند الكاتب؟ أو لماذا رفض علي مبارك الذهاب إلى الكاتب مرة أخرى؟ تقول له أربع حاجات بسرعة. أول حاجة، البيت مليء بالضوضاء لكثرة عيال الرجل. اثنين، كان يبخل عليه بالطعام. ثلاثة، كان يضربه ويسبه ويهينه. أربعة، كان لا يعلمه شيئا بل جعله خادما له. تمام كده. خلصنا من الكاتب ده. الشيخ مبارك عاد الى العنف مع الشيخ مع علي، ما هو مش عايز يروح عند الكاتب، ما نفس القصه بالظبط. وانا سبت احمد ابو خضر عشان بيضربني وبيشتمني، برضو الكاتب ده بيضربني وبيشتمني وكمان ما بياكلنيش. احمد ابو خضر كان بياكلني، الراجل ده ما بياكلنيش. فالظروف العيشه عند الكاتب أسوأ بكتير جدا 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 من ظروف العيشة عند أحمد أبو إيه؟ أحمد أبو خضر. لا هتروح عند الكاتب. قال لا أنا مش هروح عند الكاتب ده ثاني عشان بيضربني وبيشتمني وبيهني. تمام كده؟ طيب بالراحة كده يا ابني، إيه رأيك تشتغل عند كاتب آخر؟ قال له والله أجرب، إن كان العمل الجديد ده هينفعني أو لأ. وبكده تنتهي احداث الفصل الثاني من القصه. تعال نشوف اهم الاسئله. ما اول شيء اهتم في الشريحه الاخرى؟
أسئلة مجابة. ما أول شيء اهتم به الشيخ مبارك عندما وصل إلى عرب السمعنة؟ تعليم ابنه. لماذا لم يواصل هذا التعليم؟ بسبب مشاغله الكثيرة واهتدى إلى الشيخ أحمد أبو خضر. السؤال الثالث، ما المشكلة التي واجهت الشيخ مبارك في تعليم ابنه؟ الكتاب كان بعيدا، كيف حلت؟ أن يظل الصبي عند الشيخ طوال أيام الأسبوع ويعود يوم الجمعة. كيف وجد علي مبارك الشيخ أبا خضر؟ عندما ذهب إلى كتابه كاشر الوجه قاسي الطبع عصا غليظة. كم سنة أمضاه علي مبارك في الكتاب؟ سنتين. وماذا فعل فيهما؟ حفظ فيهما القرآن الكريم للمرة الأولى. ننتقل إلى الشريحة الخامسة. ما الذي أعجب الصبي في شخصية الكاتب؟ ملابسه النظيفة، الناس تحترمه وتهاب. وماذا أحب أن يكون؟ أحب أن يكون كاتبا. ماذا وجد الصبي عندما ذهب إلى بيت الكاتب؟ كان بيت الكاتب يموج بالضوضاء، كان يكثر عليه بالطعام، يبخل عليه يعني، واتخذه خادما له. سن 8، هل تحمل علي مبارك هذا الجو الكئيب؟ وماذا فعل؟ لم يقدر التحمل وعاد إلى أبيه يشكوه من الكاتب. ماذا عرضت الأسرة على الصبي؟ وماذا كان رد عرضه عليه التعليم؟ فلا فائدة من التعليم بهذا الشكل إلى آخره. ما الفكرة التي عرضها الشيخ مبارك على الصبي أن يعمل عند كاتب من الكتاب الذين يقيسون الأراضي؟ ننتقل إلى الشريحة رقم 6. أجب بنفسك. لماذا رفض الصبي العودة إلى الشيخ أبي خضر؟ 4 حاجات لازم تقولهم. وجده كاشر الوجه قاسي الطبع بجانبه عصا غليظة، وكان يضربه ويسبه ويهينه. ماذا تفعل لو كنت مكان الصبي؟ لو كنت مكان الصبي كنت هربت من هذا الكتاب. بماذا دعت الأم لطفلها؟ دعت ربها أن يحفظه وأن يحرسه من الأخطار. ما المشكلة التي واجهت الشيخ مبارك؟ جاوبنا السؤال ده كذا مرة، وبكده يكون أحداث الفصل الثاني من القصة تكون انتهت. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.